ملكنا واحد محمد السادس ملكنا واحد محمد السادس ملكنا واحد محمد السادس ملكنا واحد محمد السادس جزائر سير بحالك والصحراء ماشي ديالك جزائر سير بحالك والصحراء ماشي ديالك جزائر سير بحالك والصحراء ماشي ديالي. جينا نديروا هذه الوقفة هذه تضامنا مع الشعب المغربي قاطبة ومع ملك البلاد في مدينة أمستردام للدفاع على حقوق الشرعية المغربية وبخصوص القضية ديال الصحراء المغربية. فاحنا جنود مجندة للدفاع على قضية الصحراء وحنا فداء للوطن. وكنشكروا جميع المغاربة المشاركين في هذه الوقفة السلمية التي تبرز الوطنية وحب الوطن. وكنشكر كذلك من هذا المنبر ومدينة أمستردام صاحب الجلالة على الحكمة ديالو وعلى الطريقة اللي تعامل بها في معبر الكركرات. وكنشكر كذلك الحكومة وجميع المتدخلين في هذا الأمر هذا. Fully support His Majesty's government's policies with regard to the Moroccan Sahara. We do favor peaceful solutions to all questions, all problems, and all issues at stake. The government of Morocco is promoting a regional solution, and we fully support, as our Federation Mondiale, we fully support the governmental policies of the Moroccan administration. Furthermore, we promote peace amongst all citizens of Morocco, and it, we do forward, we promote its intercultural fabric of the Moroccan society. So we have the Sahrawis, we have the Amazigh of all backgrounds, we have the Arabi, we have the Jewish, we have all people together. We are the Moroccan people, and it's a unity, and that unity we stress here today in order to show the national unity which is in Morocco, but also united with 123 departments worldwide of the Fédération Mondiale du Judaïsme Marocain, including the Dutch one. أنا نشكر المملكة على الفتح ديال الكركرات ونطلبوا الجزائر تبعد منا. هي اللي دايرة المشاكل في الصحراء، ماشي الصحراء اللي دايرة المشاكل، الجزائر هي اللي دايرة المشاكل، هي اللي دايرة هاد كل شيء. الجزائر اللي دايرة الصحراء والمدن بهم مشاكل، كتخدمهم كتطلب بهم، دايرتهم بحال معوقين كتطلب بهم، مطلوبة منها تدخل في السلم مع المغرب. لبا طلعت هي وتنجح. الملك مالكنا والصحراء صحراؤنا، والملك مالكنا والصحراء صحراؤنا، والملك مالكنا والصحراء صحراؤنا، والملك مالكنا والصحراء صحراؤنا. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيف الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.